بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا. أول حاجة مكتوب سالي جان، أهلا جان. Je te parle de mon lycée. أحدثك عن مدرستي. Mon lycée est grand. مدرستي كبيرة. Dans mon lycée, في مدرستي, il y a 30 salles de classe. في 30 فصل. Un terrain de sport et de piscine. ملعب واثنين حمام سباحة. إليا أن جران سي دي إي، يوجد مكتبة للمناهل والمعرفة كبيرة. لو سيلف إي لو جيمناز، يعني السيلف وصالة الألعاب. سون دون لا جران كور، بيكونوا في الفناء الكبير. مبغوف مدرسيني سون سامبا، بيكونوا لطاف. سامبا جي مون لسي، أحب مدرسة. السؤال الأولاني هنا بيقول لي سيد لو ديكومون إيه، وكلمة ديكومون يعني الوثيقة، ويريد تعرف أنواع الوثائق كلها. في فيديو بإذن الله موجود لأنواع الوثائق، ممكن تطلع عليها، موجود في القناة بتاعتنا. المال طبعا هو إيميل، لأن بدأ بكلمة سالي، وفي مساج أو نوفو مساج في القطعة كده، بص هتلاقيها في المربع الأزرق اللي فوق، والعلامات اللي احنا عارفين. أم بالوضع طبعا بدي جدول موعيدة، ما كلمة ديالوج معناها حوار، وأنونس يعني إعلان، في دعاية وإعلان لحاجة معينة. دون لو لسي، في المدرسة الثانوي. إليا يوجد، احنا عارفين ان إليا بيجي بعدها ايه، أداة نكرة يا عدد، داكوغ، بالنسبة لسنة أولى أداة نكرة يا عدد. دوترا، يوجد ملعبين رياضيين. بتي سي دي اي دا جران. طيب دوبيسين، هي دي صحيحة، لأن في قال دوبيسين، اثنين حمام سباحة ولا كور صغير كده للفسحة. لو سيلف دون، السيلف بيكون فين؟ في المدرسة، ها صح؟ في الجيمناس ولا في الكور ولا في الكلاس ولا في السي دي اي؟ بيقولي في الفناء الكبير، يبقى دون لا كور في الفناء. إليا، يوجد كم صالة للدراسة أو كم غرفة للدراسة؟ طبعا تروى 3 ولا ترونت تروى 33 ولا تريز 13 ولا ترونت 30. شو بيخليني ويفكرني ان انا روح اراجع الاعداد، اون دو تو 4 5 6 7 اتسترا الى اخره. القطعة التانية بيقول ناتا بتكلم ستيفان، او ناتان بيتكلم ستيفان، بيقول له بونجور مون كوبان، مرحبا صديقي. قال بونجور ناتان، ازيك يا ناتان. سيكو سور لا فوتو، مين اللي على الصوره؟ قال له سي مون بير، انه والدي. يبقى هو قال له ناتان، بيقول له ايل بريفير كال سبور، هو بيفضل اي الالعاب. ايلينو باسكت، هو بيحب الباسكت، الفوتبول، الناتاسيون، السباحه. جيجو او تنس، انا بلعب تنس افيك مون بير، مع والدي لو ويكوند، في عطله نهايه الاسبوع. داكور. طيب فأول سؤال بيقول لي لو بير دو ستيفان براتيك 4 سبور، احنا قلنا اربع العاب رياضيه. ناتان وستيفان بيكونوا، ما بيقول له يا صديقي، يبقى اصدقاء، دو كاميراد، كوزان، ولاد عم ولا اخوه ولا كاميرات دو كلاس، يبقى كاميرات دو كلاس ولا بروفيسور، مدرسين طبعا، كاميرات دو كلاس. ستيفان في، يعني ستيفان يمارس، ستيفان يمارس افيك سون بير تنس، طبعا بيمارس تنس مع والده، في اخر جمله قال لي كده. سي لا فوتو دو، دي صوره مين؟ صوره والد مين؟ هو قال والدي انا، يبقى والد ستيفان. يبقى سي لو فوتو دو بير دو ستيفان، دو بير دو ستيفان، والد ستيفان. تون امي تي ديموند، صديقك بيسالك او تي دو جان على الكل، اين تتناول تتغدى يعني في المدرسه؟ كاسكتي دي، هتقول له في الجيمناس، صاله الالعاب، ولا في المنزل، ولا في السيلف سيرفيس، ولا في المكتبة، ولا في الكونتين سكولير. هي طبعا كونتين سكولير وسيلف سيرفيس ومعناهم مطعم. السؤال اللي بعده بيقول له تي دي موندا تونا مي، انت بتسأل صديقك سكوا تي ان اي، ايه هي بقى تي ان اي دي؟ احنا عارفين تي ان اي اختصار لكلمة تابلو، نيميروك، انتر اكتيف يعني تابلو، سبورة، نيميروك يعني رقمية، انتر اكتيف اللي هي نشطة تفاعلية، يبقى هنقوله سيتان تابلو انتراكتيف. جميل. سيتان فورنيتور سكولير، صحيح. ده فورنيتور سكولير، ده هي من اداه من الادوات المدرسيه، صح. اصل هي مش شنطه ولا كتاب بخرائط، ولا هي بوند ديسيني قصه مصوره. تيدي كريلو فيزيكا، انت تصف
الفيزيك احنا قلنا اللي هو الشكل البدني لوالديك، فبتقول لا هو بيكون مفتول العضلات، ده انا بصف والدي، ولا إلزون 45 سنة، هم عندهم 45 سنة ده عمر، ولا عينيهم خضراء، العيون والشعر والأنف والشارب والدقن، ده من وصف الجسماني. طيب إلزون جومو، هم توأم، دي معلومة عادية، ولا هم وشهم مدور، وجههم مدور، يمتلكوا وجه دائري دكور. تي ديكري، أنت تصف طول زميلة، خلي بالك ان انا بتكلم عن الطول. الي فرنسي، ده بتكلم عن الجنسية، هو فرنسي. الا لي شيفو لونج، يعني شعره بيكون طويل. الي جران، هو طويل، دي صحيحة. الي لسيان، هو طالب ثانوي، لا هو طوله متوسط. الا انتاي مويون، يعني الطول بتاعه كده متوسط. طيب بص الجملة اللي بعدها بتقول ايه. نو دي جان، نحن، وبعدين دي جان. لو لاحظت في فصلة، يبقى انا عايز ضمير فاعل. مصرف الفعل هنا زي ال، ما عنديش الا ال هنا. طب هي ال ضمير توكيدها نو؟ لا، ده نو هي اللي ضمير توكيدها نو. هي هنا نو، ايوه هنا نو، صحيح، بس الفعل متصرف زي ال، يبقى اون، لان احنا قلنا اون يعادل ال في التصريف، لكن في المعنى عايد على حاجات كتير. طب في ضمير التوكيد، اون ضمير التوكيد بتاعه نو، اون ضمير توكيده ايه؟ نو. واحنا قلنا ضمائر التوكيد اللي هي موا وتوا والوي وال، نو فو او ال. طيب تعالى بقى، توت ما فامي، كل اسرتي، كل عيلتي. اليكس اون فاكونس، بتروح الاسكندريه، يبقى بتذهب. كل العيله لو لاحظت هتلاقي مفرد اهي، توت مفرد وما مفرد، يبقى هصرف زي ال. هي علي ومنى، سون علي ومنى دول جمع مذكر، يبقى سون رو، سون نيرفو، ماشي نيرفو. اصل دي جمع ايه؟ مؤنث. دي ايه؟ جمع مؤنث. دي ايه؟ مفرد مؤنث. يبقى كلمة جونتي يعني ايه؟ ظرفاء مهذبين كده. روس يعني ايه؟ روس اللي هو اللون الاحمر الطوبي ده. وباغن طبعا اللي هي بني او قمحي. طيب سيمون امي، انها صديقتي. الكتاب بتاع مين؟ بتاعها هي. بتاع مين؟ صديقتي. يبقى هي، لان الكتاب ملكيته تقول لمين؟ للصديقه. الصديقه تعادل ال، ضمير التوكيد بتاع ال، ال برضو، لان بعد حرف الجر بحط ضمير توكيد. الفا هو يذهب الى سو، سون ولا سا ولا سي ولا مون؟ هو بياخد سون ساسي. طب اللي جه بعدها كلمة ايكول، ايكول مؤنث، تبقى تاخد سا. ايكول مؤنث تاخد ايه؟ سا. عندنا في الجملة اللي بعدها، جيفي على باتينوار، جيفي على باتينوار، واحنا قلنا باتينوار دي اللي هي ساحة التزلج، ودي كلمة مؤنث، يبقى تاخد على. كومبيان، طبعا كومبيان بتاخد دو او دو ايه؟ ابوستروف، يبقى هنا هناخد دو عشان بعدها اسم مبدوء بحرف ساكن، وكومبيان معناها كام، ودي اداه من ادوات الاستفهام عندنا. داكور، تعالوا بقى نشوف السؤال كده بتاع الايميل بيقول ايه؟ بيقول او باستي لا سواري، اين تقضي السهره؟ هقول له جي باس ايه لا سواري او سينما، انا بقضي السهره في السينما. نكتبوه الاول كده ونشوفوه. قلت له جي باس لا سواري او سينما، انا بقضي السهره في السينما. طيب ايه الرياضه اللي انت بتفضلها؟ جو بريفير لو تينيس، انا بفضل التنس. طب بتمارسها مع مين؟ افيك كي براتيك سي سبور، مع مين بتمارس هذه الرياضه؟ قول جو براتيك سي سبور افيك مون بير، افيك مون امي، افيك مون كوبان، كوم تي فو. طيب بارل دوز اكتيفيتي، تحدث عن الانشطه اللي بتمارسها في السي دي اي والجيمناز والسالف. جميله قوي. يبقى في السي دي اي، ده انا بقرا كتب، جي لي دو لاف، انا اقرا كتب، ها جي ترادوي دو تكست، انا بترجم نصوص، جي كود لا ميوزيك، انا بستمع موسيقى، جي شيرش سير انترنت، انا ببحث عن الانترنت. طب تعالى في الجيمناس، جي في دو تينيس، انا بمارس تنس، او جي في دو باسكت، او جي جو او مثلا ما باسكت. داكور. طيب كمان عندنا في السيلف سيرفيس بعمل ايه بقى؟ جي مانج، انا باكل، جي بافارد افيك مي زامي، انا بحكي برغي مع اصدقائي، وهكذا. استعملت بقى كل الافعال اللي عندي كده، والموضوع سهل، وهتلاقوا كل المواضيع دي مكتوبه باذن الله في مذكره كامله نازلين بيها ليكم، ومراجعه للمنهج كله باذن الله في خلال الايام القادمه باذن الله على الجروب بتاع التليجرام.
تابعوني على الجروب بتاع التليجرام، هننزل فيه كل جديد ليكم بإذن الله بالإضافة للقناة عندنا هنا. تعالوا نحلوا الامتحان اللي بعده. طبعا جروب تليجرام زي ما انتوا عارفين اسأل فيه أي سؤال انت عايزه، أي سؤال يخطر في بالك اسأله، لو معلومة ما انتش فاهمها اسأله، هتلاقي أكتر من مدرس من كبار المدرسين بيجاوبوا عليك، ومنهم أنا برضو موجود معاهم بإذن الله على الجروب بتاعنا في التليجرام، موجود في الوصف تحت. دونا شامبو دو سامي في غرفة سامي. علي بيقول سي لا فوتو دو لا فامي، هي دي، شو بيسأل بقى، هي دي صورة العيلة؟ فقال له وي سي سون مون بير، ده إنه والدي والدتي اي ما سور. تون بير اكيل اج، عمر والدك كام يعني؟ قال له إلي 44 عام، عنده 44 سنة. إلي مريغاردي لا تلفزيون جو بيان دو بيانو، يعني هو بيحب يشاهد التلفزيون وبيعزف بيانو. اما جوي بيجي بعدها دي اللي هي حرف الجر مع الآلات الموسيقية، لكن جوي بيجي معاها حرف الجر مع الألعاب الرياضية، وخاصة طبعا احنا عد علينا شوية ألعاب رياضية اللي هي الكورة، وناخد منا من المعلومة دي وكنا ذكرناها في الترم الأولاني. ما فامي عائلتي، ما فامي يعني عائلتي نيم با أليغو سينما، ما بتحبش الذهاب للسينما. داكور. تون بير والدك جو او تنس، بيلعب تنس؟ قال له وي الي سوبر ديناميك، يعني هو حيوي جدا نشيط جدا، كلمه ديناميك يعني ها شعله من النشاط. طيب بنسمع الحوار ده فين؟ في غرفه سامي. يبقى او كلوب ولا شي سامي؟ عند سامي، صح كده، ولا في الفصل ولا امام المدرسه. لوبيردو سامي والد سامي عنده 44 44 سنه، يبقى هي الاولى، يعني ده مكتوب 43 سنه، ده 54 سنة سنكونت كات، أما كارونت يعني 40. وده زي ما قلنا يستدعيني كده كطالب حريص على مصلحتي إن أنا جاري بسرعة كده أروح في مراجعة الترم الأولاني، الجزء الأولاني من كتاب مرسي، والكتاب معاكم كلكم طبعا، أروح مراجع بسرعة الأعداد. كانت علينا الوحدة الأولى الأعداد جيسكي سنكونت لحد 50، في الوحدة الثانية جيسكي سون لحد 100. لا فامي دو سامي، عائلة سامي سي كومبوز دو، بتتكون من كم شخص؟ طب ما هو ذكر في الصورة والده والدته واخته وهو، يبقى أربعة، يبقى كاتر بيرسون. طب لو بير دو سامي نيمبا، يعني والد سامي ما بيحبش ايه؟ هي العيلة كلها ما بتحبش السينما، يبقى الوالد ما بيحبش ايه؟ ما بيحبش السينما، لا يحب يعني. تعالوا نقروا القطعة الثانية. سولي علي يعني مرحبا علي، سالي علي. Moi, je suis un garçon de 17 ans. يعني أنا عندي، أنا ولد عندي 17 سنة كده. Je vais au lycée Saint-Louis. أنا بذهب لمدرسة القديس لويس في باريس. Je suis unique. أنا وحيد. كلمة unique يعني وحيد. Ni pas de frère, ni pas de sœur. وهكذا. ما فيش إخوة ولا إخوة. Mon père a 40 ans. يعني والدي عنده 40 سنة. Il est dynamique sportif. هو حيوي ورياضي. Il adore le foot. بيعشق كرة القدم. Il a tennis والتنس. Ma mère Marion. والدتي Marion a 38 ans. عندها 38 سنة. Elle travaille dans un lycée. بتشتغل في مدرسة. Elle aime lire à la bibliothèque. تحب القراءة في المكتبة. Ma grand-mère. جدتي بقى Patrice. A 62 ans, يعني عندها 72 سنة. إلي جولي، هي جميلة بنضاراتها الزرقاء الحلوة دي. طيب فينسون هو اللي كان بيتكلم، اسمه فينسون دانيال. لو بير دو فينسون دانيال، لو بير دو فينسون سابيل، يعني والد فينسون اسمه إيه؟ دانيال، ما هو لسه قايل لنا في الآخر خالص. لا جراند مير دو فينسون يعني جدة فينسون عندها 62 يعني 72 سنة. لسه قريناها وشايف الاعداد مهمه بالنسبه لك، اصل الاعداد هتنفعك في الساعه وتحديد الساعه ومعرفات، هتعرفك في تحديد الاج للعمر. طبعا دي مهمه في اعداد الفصل والطلبه واعداد المقاعد اعداد التخت، فلا بد تكون مراجع الاعداد كويس. هنا بنقوله لا مير دو فينسون ايم، والد فينسون ايم بتحب قراءه الكتب، هي بتحب القراءه في المكتبه. طيب علي وفينسون سون، علي وفينسون طبعا، علي وفينسون طبعا هما مش اخوة ولا اولاد عم ولا مدرسين، طبعا هما سيبير كوبان، هو قال له سالي علي، فمعنى كده ان في صداقة ما بينهم. تي ديموندو تون امي، انت بتسأل صديقك عن ساعة الفسحة، عن ميعاد الفسحة، فهو هيقول لك انا بكون في الميعاد، في الميعاد يعني واصل في ميعادي بالظبط، ولا انها الساعة 11،
ولا أنا رايح الكانتين، ولا بعد حصة الرياضيات، ولا أنا أذهب إلى المدرسة في الساعة 8. طبعا تي ديكري تا كلاس أن تتصف فصلك، كاسكي تي دي ماذا تقول؟ هو أشقر، هو مرتب، خلي بالك إنه فصل دي مؤنث في الفرنساوي، هو حديث مش هتنفع، هو شعره أسمر مش هتنفع، هو كبير. شوف أنا بقول هو، بس هي كلمة كلاس في الفرنساوي مؤنث يبقى عوض عنها بقال. طيب رقم 12، تونامي صديقك تي دي موندو بيسألك عن الأوبجي دو لا تروس، عن الأشياء بتاعة المقلمة، فيقولك ماذا يوجد في الفصل، ولا ما لون المقلمة، ولا إيه الأشياء بتاعة المقلمة، ولا أنت عندك مقلمة، ولا إيه الأشياء اللي بتمتلكها في المقلمة. كالز أوبجي، أنت تصف شكل جدتك، فبتقول هي هو معضل ذو عضلات، هو هي بتسمى ليا، وجهها دائري، دي صحيحة، هي إيطالية، أنفها صغير، الامبيتونا يعني ايه انفها صغير. شوف الجمل اللي بتعدي عليك حاول ان انت تقراها، عشان اما يجي لك موضوع فيه وصف تلاقي نفسك قادر على كتابة اكتر من جملة في الوصف. تعالوا بقى في القواعد، ان يابا، واحنا قلنا ان يابا بيجي بعدها دو او دو ابوستروف لان الجمله منفيه، وانا حولت ادوات التجزئه الى دو او دو ابوستروف وادوات النكره والاعداد. ماشي، سيبك من ادوات التجزئه دي مش عليك دلوقتي. لا يوجد سكلت، احنا عارفين سكلت هيكل العظمي، دي كلمه مذكر صحيح. اللي بعدها اسكليا، اول ما تلاقي اسكليا خد كاسك، كاسكليا ماذا يوجد في المدرسه. مصير معناها ماذا يوجد، مصير شعرها، احنا قلنا شعر وعيون دول جمع مذكر، يبقى هاخد نوار، شعر اسمر، لان كلمه شعر جمع مذكر. سيني سون با، طبعا فيرب اتر ما بيتغيرش، ادوات النكره معاها وبتبقى ثابته، يبقى هنا ترا، ترا هنا جمع طبعا هاخد دي، لان فيرب اتر هنا ما بيأثرش على ادوات النكره في النفي او ما بيحولهاش يعني. الضمير ال، ضمير التوكيد بتاعه ده ضمير التوكيد بتاعه اللي بيجي في اول الجمله ويؤكد عليه. ميوزيك طبعا موسيقى، دي مؤنث، هناخد كال. ستيفان بيكون في السينما، كلمه سينما دي مذكر، هناخد او، يعني ستيفان بيكون في السينما. كال لو فيزيك دو تيبارون، ما شكل والديك، طبعا احنا خدنا الجمله دي قبل كده، لسه موجوده في المواقف وهتروح تلاقيها عندك. ما عمرهم برضو هنقوله ايلزون، مثلا كارونتون، هم عندهم 40 سنه. طب ايه الرياضه اللي هما بيمارسوها؟ البراتيك لو فوتبول، هما بيمارسوا الفوتبول. يعني دي سهل بالنسبه لنا كموضوع، الموضوع في الصفحه الثانيه، قدم اسرتك او عيلتك يعني، وده موضوع سهل جدا ممكن ان انا اكتب فيه، ويا ريت تكتبوا الجمل وتوريها لنا، انتوا تستفيدوا وزمايلكم يستفيد، واحنا نصحح لكم الاجابه. لو الامر فيه مشقه بالنسبه لك اكتبوا، صوروا، ابعتوا على التليجرام، وده اقول مثلا ان ضمن الموضوع بتاع صفحه 251، واحنا هنصححه باذن الله ليك، ومفيش اي مشكله معاك لحد يوم الامتحان. انتظر مراجعه هتبقى شامله على المنهج كله باذن الله، اللي موافق على موضوع المراجعه دي يكتب لنا كومنت تحت. أرفار.